أقرت الحكومة التركية حزمة مساعدات للمتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد وسوريا، وشملت دفع مبلغ 10,000 ليرة تركية ترسل إلى حسابات المتضررين على بنك الزراعات الحكومي. وتضمنت حزمة المساعدات أيضا دفع مبالغ منها 15,000 ليرة تركية أجور نقل المنازل لسكان المنازل المتهدمة أو التي قيمت بكونها متضررة بشكل أو متوسط، أو المنازل الآيرة للسقوط، ودفع مبلغ 5,000 ليرة لأصحاب العقارات كتعويض إيجار لمدة 12 شهرا، ودفع 2,000 ليرة إلى المستأجرة لمدة 12 شهرا أيضا. لمناقشة هذا الملف ينضم إلي يوسف ملا، مراسل تلفزيون سوريا في أنقرة. مرحبا بك يوسف. مرحبا حسام، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني بداية، الحكومة التركية كما تابعنا أقرت حزمة مساعدات للمتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد، ما هي تفاصيل هذا القرار؟ يعني بداية، يعني في المرحلة الأولى بعد الزلزال، يعني العديد من المتضررين وصلتهم رسائل تبلغهم بأنه يمكنهم التوجه إلى أقرب فرع بنك زراعات والحصول على مبلغ 10,000 ليرة تركية كمساعدة أولية. يعني الحكومة التركية تقول أن هذا المبلغ الذي تم صرفه هو كما تسميه طشن ماء، يعني أجرة النقل. كما تعرف هناك منازل يعني ستهدمها الحكومة التركية، وهي تقدم مبلغ مساعدة للانتقال من المنزل إلى منزل آخر، أو لنقل هذه الأشياء إلى مكان آمن قد لا يكون منزل آخر. القسم من السوريين وصلهم هذا المبلغ، بينما قسم آخر لم يصلهم. يعني بحسب البحث والرصد، يعني تبين أن بعض الذين لم يصلهم هذا المبلغ، إما أن فرق وزارة البيئة والإسكان لم يتحققوا بعد من يعني درجة الضرر في المنزل، لأن هذا الأمر يعطى للمنازل المتضررة، فإذا كان المنزل غير متضرر فإن المبلغ قد لا يصرف لهذه العائلة، وهذا الأمر يتم بعد أن تأتي فرق من وزارة البيئة والإسكان وتتحقق من هذا المنزل. الرئيس أردوغان يعني في يوم الاثنين الماضي تحدث أن عدد المباني المدمرة والتي تدمرت أو التي بحاجة إلى هدم بشكل عاجل بلغ عددها في 11 ولاية 230 ألف، نتحدث عن 230 ألف مبنى سيهدم في الولايات 11. الحكومة التركية تقول أنها يعني إلى هذه اللحظة منحت وقدمت مساعدات طارئة إلى 1,061,000 متضرر، لكل عائلة 10,000 ليرة تركية بحسب تصريح أخير للرئيس أردوغان، يعني ما يعادل 530 دولار أمريكي لكل أسرة. والحكومة التركية تقول أنها ستعطي أيضا مبلغ، كانت قالت سابقا بأنه 2,000 ليرة تركية، لكن أعادت للتصريح بأن سترفع هذا المبلغ إلى 3,000 ليرة للمستأجرين الذين تضررت منازلهم لمدة سنة كمساعدة للإيجار، و 5,000 ليرة تركية لمدة سنة لأصحاب المنازل كمساعدة على الإيجار لمن يرغب أن يبقى خارج مراكز الإيواء المؤقتة. أيضا من يريد أن يذهب إلى المراكز المؤقتة، الرئيس أردوغان في آخر تصريح له قال بأن هدف الحكومة نقل الآن 500,000 ناجي إلى 100,000 منزل مسبق الصنع كونتينر، وسيتم تجهيزهم في غضون شهرين. إلى حين جهوزية هذه المنازل، حاليا المتضررين يستقرون إما عند أقربائهم أو يسكنون في مراكز إيواء على شكل خيام. فنحن نتحدث الآن عن ما يقارب يعني 488,000 وحدة سكنية جديدة ستبنى في مناطق الزلزال،
منها 405,000 شقة في المدن والباقي منازل ريفية. هذا الأمر سيتأخر كثيرا، لذلك أمام الحكومة التركية تحدي بناء مراكز إيواء مؤقتة على شكل كونتينر، لأن الخيام كما ترى الآن هناك عاصفة من الرياح القوية تقتلع هذه الخيام، والبقاء في الخيمة تعتبره يعني ليس أمر صحي حاليا، لذلك تسرع في عملية بناء المنازل المؤقتة. ومن يرغب أن لا يبقى في مراكز الإيواء يتجه إلى الولايات الأخرى. طبعا نتحدث عن تصريحات أخيرة، الرئيس أردوغان يقول أن 3,320,000 شخص تم إجلاؤهم من هذه المناطق وتوجهوا إلى ولايات أخرى، بينما لجأ 800,000 شخص إلى قراهم القريبة. يا يوسف، يعني السوريون يحصلون أيضا على هذه المساعدات المالية المقدمة من الحكومة التركية، وما هي التفاصيل يعني أيضا؟ قسم كبير من السوريين وصلتهم هذه الرسائل بالـ10,000 ليرة، لكن لم أتحقق أو لم أستطع التحقق من الأمور الأخرى، كون آلية الأمر لم تتضح بعد. ما الذي سيحصل على دعم الإيجار؟ وهل سيستطيع السوريين الحصول على هذا الأمر؟ كما قلت، ما زلنا نتحدث الآن عن عملية إزالة الأنقاض والركام، فلا يوجد حتى الآن تصريحات يعني واضحة حول ما إذا كان السوريين سيستفيدون من الخدمات الأخرى أم لا. حاليا من بقي في الولايات التركية يستطيع، يعني في الولايات المنكوبة، يستطيع البقاء في الخيام أو مراكز الإيواء، أو أن يتوجه إلى أقربائه في الولايات الأخرى بعد أن يحصل على إذن سفر هناك، أو أن يتجه إلى سوريا ويبقى هناك في مدة أقلها 3 أشهر وأغلبها 6 أشهر. نعم، وفق القرارات الأخيرة التي ظهرت أو التي صدرتنا الحكومة التركية عقب الزلزال. شكرا لك يوسف ملا، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من أنقرة. وينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا من غازي عنتاب وائل عادل. مرحبا بك وائل. مرحبا حسام، مساء الخير لك والسلام المشاهدين. وائل، كما سمعنا من يوسف تفاصيل القرار حول المساعدات التي أخرتها الحكومة التركية إلى المتضررين من الزلزال، ولكن هناك بعض الإشكاليات التي ظهرت بين صاحب العقار أو البيت وبين المستأجر حول أحقية حصول منهم على مبلغ 10,000 ليرة تركية. هل هناك أي مشاكل واجهت اللاجئين السوريين في عنتاب حول هذا الأمر، أو في المناطق التي ضربها الزلزال مثل أنطاكيا ومرعش والولايات الأخرى؟ نعم، في البداية المبلغ يعني كان مخصص للسوريين والأتراك. المشاكل التي واجهت من حصل على مبلغ 10,000 تركية هم من السوريين والأتراك، يعني اشتكى لنا الأتراك كما اشتكى السوريون بأن أصحاب البيوت يطالبونهم بهذه المبالغ. منهم يعني أعرف شخصا أو عائلة استسلمت مؤخرا وأعطت 10,000 ليرة تركية التي استلمتها لصاحب البيت بعد إلحاح شديد واتصال شديد لأكثر من مرة وتهديدات في كلس، في منطقة كلس أعطى المبلغ لصاحب البيت. عديد من الأتراك السوريون يشتكون من أن أصحاب البيوت يطالبون بهذه المبالغ أو بهذا المبلغ. حتى الآن لا توجد آلية أو ليست واضحة آلية استلام هذا المبلغ. يعني هناك سوريون، هناك أتراك لم يستلموا هذا المبلغ. اليوم قابلت 4 عائلات تركية بالقرب من قلعة غازي عنتاب، بيوتهم متضررة بشكل كبير، أغلب خسار، ولكن لم يستلموا بحسب ما قالوا لي مبلغ 10,000 ليرة تركية. أيضا قابلت عوائل في الإصلاحية، بيوتهم أيضا انهارت، لم يستلموا هذا المبلغ. لا توجد آلية واضحة، ولكن من المؤكد وبحسب محامي تواصلنا معه، محامي تركي، قال لنا بأن مطالبة صاحب البيت بمبلغ 10,000 من المستأجر هي جريمة، ويجب تقديم شكوى أو دعوة على صاحب البيت إذا ما قام بذلك. وأيضا قائم مقام برجك التركية أيضا قال بأن هذا المبلغ 10,000 تركية هي للمستأجر وليست لصاحب البيت، وأيضا يجب تقديم شكوى في حال طالب بها صاحب المنزل. إذا هذه المبلغ أو هذا المبالغ 10,000 هي لصاحب أو هي للمستأجر وليست لصاحب البيت، ولا يحق لصاحب البيت التركي أو السوري
أن يطالب بها، هي مقدمة كمساعدة للمستأجرين المتضررين، سواء لمساعدتهم لأنهم ينامون أو يبيتون خارج البيت أو لنقل الأثاث أو ما شابه، مقدمة من الآفات. وائل، بالنسبة لتعويضات المساكن التي أقرتها الحكومة التركية وخاصة للمستأجرين، مبلغ 2000 ليرة سورية لمدة 12 شهر، اللاجئين السوريون في المناطق المنكوبة، هل هناك من وصله هذا المبلغ أم لم يصل إليه؟ هل سيدفع دفعة واحدة أم شهريا سيزود لحسابه البنكي؟ نعم، اليوم كنا في أحد الدوائر الحكومية المتخصصة بهذا الشأن في البلدية وفي مديرية أخرى، قال لنا الموظفون هناك بأنها لم تقر الآلية بعد، سواء آلية من سوف يرمم البناء المتضرر في حال احتاج لترميم، هل سوف تدفع الحكومة هذا المبلغ ويقوم صاحب البيت أو صاحب المنشأة بالترميم، أو من أو متى ستدفع وكيف ستدفع المبالغ. قال لنا أحد المسؤولين بأن الوقت الآن هو وقت أو طوارئ، بأننا ننتظر خلال شهر أو شهرين في حال انتهاء مدة أو فترة الطوارئ ربما تصدر القرارات والآليات. حتى الآن هناك قوانين لتعويض أصحاب البيوت المهدمة وأصحاب البيوت التي تضررت بشكل كبير، لم تصدر الآليات والترتيبات بعد، ربما خلال الشهرين القادمين، يعني مضى شهر على الزلزال المدمر الأول، وكما أخبرنا المسؤولون والموظفون في بلدية الشهيد كامل هنا في غازي عنتاب بأنهم ينتظرون الآلية أو القرارات لدفع هذه المبالغ. حتى الآن لم تصلنا أنباء عن دفع أي مبلغ كتعويض للإيجار أو تعويض للمنازل المهدومة، فقط وصلت مبالغ 10,000 ليرة تركية للمستأجرين وبشكل عشوائي، أيضا لم تتضح الآلية. هناك من وصلتهم مبلغ 10,000 ليرة تركية ومنزله آزها صار، أي يعني ضرر خفيف، وهناك من منزله غير خسار أو ضرر شديد ولم يصله هذا المبلغ. وائل، قبل أن أختم معك، ما هو وضع اللاجئين السوريين اليوم في الولايات التي ضربها الزلزال؟ ونحن نتحدث عن ما يقارب يعني الشهر على الزلزال الذي ضرب الجنوب التركي والشمال السوري، ما هو واقع اللاجئين السوريين الآن؟ هل هناك ما زالوا في المخيمات أم اتجهوا إلى ولايات أخرى؟ يعني بشكل عام. نعم، يعني في الولايات المتضررة بشدة أو المناطق المتضررة بشدة كالإصلاحية ونورداغ أو مرعش وهاتاي، عديد من السوريين الذين فقدوا أحبائهم أو فقدوا منازلهم وأشياءهم وممتلكاتهم، عديد منهم ينتظرون في ولاياتهم أو في مناطقهم في خيام أو في مراكز لواء قريبة، سواء بانتظار عودة أو بانتظار التعويضات أو بانتظار استخراج بعض من ممتلكاتهم أو ما شابه. وأيضا نسبة كبيرة غادرت إلى ولايات أخرى، كثير من القادمين من ولاية هاتاي إلى هنا إلى غازي عنتاب، والتي يعتبرونها نوعا ما آمنة، يبحثون عن بيوت للإيجار. وأيضا يعني ما قبل الزلزال عنتاب تشهد يعني أزمة سكنية، لا يوجد بيوت للإيجار كافية. ما يسأل عنه السوريون كل يوم هنا في غازي عنتاب، خاصة أصحاب البيوت المتضررة، بأنهم لا يستطيعون استئجار البيوت بسبب نعم المناطق المحظورة. كارثي وأزمة كبيرة يعاني منها السوريين في مناطق التي ضربها الزلزال. شكرا لك مراسل تلفزيون سوريا وائل عادل، كنت معنا من غازي عنتاب.